مش مستعدين. علاش نغفل هذه الفرصة؟ أنت مسكر عليك الباب، مسكر الباب. الدوانسة مستعدين يمشوا الانتخابات وهم مدركين أنها انتخابات مزورة، وأن الانتخابات هذه لن تعبر على إرادتهم. ما ثماش إنسان عاقل على كل حال معناها يساهم في المسخرة هذه، وهو يدرك أنه راه ماشي على الصباح باش يعمل ورقة في الصندوق وهي لن تحسب وليس لها أي وزن. وقيس سعيد سوف يتلاعب بحكم القانون وسوف يكون يعني فائزا بالقانون من خلال تطبيق الفصل 143. سهلة جدا العملية، ويصبح قيس سعيد قانونيا معناه يعني فائز بالانتخابات. وقتها نحن سوف نعود ونبحث على حكم المحكمة الإدارية. الأستاذ أحمد يقول بأن المحكمة الإدارية لم تحكم ببطلان. المحكمة الإدارية ضمنيا قرارها يتضمن الحكم ببطلان الانتخابات إذا لم يرجع يعني، وإذا لم يدرج أسماء المرشحين في قائمة الانتخابات. الحكم هذاك كان سيكون، لحظة، كان سيكون بعد تصريح بالنتائج. يعترض، اسمح لي، كان ستسقطها، لكن الآن بعد ما تعدل القانون هذا جديد في البرلمان، إذا كان خرج في الرد الرسمي منتظر نهار اثنين ثلاث، نصور حتى نهار لحد ما يخرجوش، ما عندهمش إمكانية. نصور يا غدوة، شنو احنا في الجمعة اليوم، مش عارف يا السبت يا الاثنين. هو يقولك إمكانية يعني تلاعب بأصوات ما يمكنش عملية ثم مجتمع مدني، التلاعب في الإعلان في النتيجة في الإقصاء، وبالتالي يقولك نستثمروا. إذا كانت توانسة هو هاك يطرح فرضية، جابوا مليون، مليون ونص، هو فرضيات، كنا فرضيات مليون ونص، وجاء الأول سي الزمال، طو التوانسة وقتها سوف يعضون بالنواجد ويدافعوا على أصواتهم المسروقة، هكا يقولك الفرضية. يأكد الأستاذ أحمد على الفاعلية، يعني هل أنه ثم اهتمام حقيقي من طرف الشعب بهذه الانتخابات؟ يعني خلينا من الفيسبوك، احنا على كل حال المهتمين بالشأن السياسي ديما نتابعه في الفيسبوك، ويعني حديث النخبة والكل يتحدث عن الانتخابات، لكن الشارع المواطن، هذه المليون أو الزوزملاين اللي هما باش احنا يصوتوا للزمال، هل هذا موجود في الشارع اهتمام بالانتخابات؟ أنا أشك في هذا. هذا هو التفاعل مع الواقع، لابد أن نحذر. ثم أنا قلت بأنه ما صرحت به المحكمة الإدارية هو يتضمن حكما ببطلان الانتخابات، فيعني ما لجأ إليه قيس سعيد هو التفاف على حكم المحكمة الإدارية، وما لجأ إليه قيس سعيد لا يمكن بأثر رجعي أن يقضي ببطلان حكم المحكمة الإدارية. ولذلك من المفروض على النخبة السياسية وعلى المرشحين ألا يفرطوا في هذا القرار والحكم القضائي، وأن يعتمدوه في مواجهة قيس سعيد أمام الرأي العام المحلي والدولي، بمعنى أنه يفقد شرعيته لأن هذه الانتخابات غير شرعية ولم تلتزم بالقانون. هذا الحراك الذي تحدث عنه الأستاذ أحمد هو حراك في الحقيقة، لأنه كان هناك مرشح على العائلة الدستورية سيمون ديرزنيدي، كان هناك مرشح على العائلة المحافظة سي عبد اللطيف المكي، وأيضا سي عماد الدائمي، وبالتالي هذا أوجد حركية وأملا أنه نحن ربما داخلين في انتخابات ربما تحدث تغييرا. نعم. يعني المرشحين لم يكن وارد في ذهنهم أنهم يدخلون انتخابات مزورة أبدا، كانوا يعتبرون أن هذه فرصة للتغيير من خلال الانتخابات، وبالتالي هم ماضيون إلى، حتى وإن كانت هذه الهيئة معينة فإنها التجارب السابقة والنتائج التي عبرت عنها لم تتجاوز 8% 11%، وهذا يعطي انطباع أنه ثم قدرا من الحياد لو تجسد في هذه الانتخابات فنحن سنفوز إن شاء الله على قيس سعيد مهما كان المرشح. ولكن الآن لا أمل في الحياد، هذه الهيئة لم تعد فقط غير محايدة، هي أصبحت خصما للمرشحين، هي مساند كلي لقيس سعيد، هي تشكو بالمرشحين إلى القضاء وتحملهم إلى المحاكم. نعم. وتحملهم إلى السجن، يعني الزمال في السجن بسبب هذه القضايا المتعلقة بالتزكيات. إذن هذه الهيئة لم يعد لها أي قدر من الحياد، وبالتالي لا يمكن أن نتحدث على انتخابات في ظل هيئة يعني هي الخصم والحكم، تحتكم إلى إرادة قيس سعيد وتريد أن تمرر تمديدا لقيس سعيد مهما كان الثمن
وثم جزء ثاني من النقاش سي علي اطرحه على سي احمد الى أي